الشيخ ربيع من خلاف أهل السنة والجماعة. كتب الشيخ ربيع كتب سنة وكتب تصحيح الاعتقاد. نعم يؤخذ العلم عن الشيخ ربيع. ربيع من علماء السنة. فالذي يحذر من كتبه في قلبه مرض. نعم. وأنا أذكر أن الرسول وصف الخوارج بأنهم أحداث الأصنام إبراء الأحلام. عرفتم؟ والذين يفسرون هذه التفسيرات الآن صفاء الأحلام ودفاء الأحلام. والرسول يقول في حديث هلاك أمتي على يدي وغيلما صفاء الأحلام والشباب الشباب الصحوة الشباب أهلك الأمة دخلوا في دوام ومتاهة في العقائد في الأحكام في الدماء في الأموال أهلك الأمة دين ودنيا. فأنا أرى هذا الحديث بعضهم يقول يحمل على بني أمية ولكن أرى أنه يرتقي مع حديث وصف الخوارج بأنهم أحداث الأقدام سفهاء الأحلام. فلو تناول شبابا من قريش لا يفلت منه غيرهم. فإن حديث هذا كما قلت لكم يلتقي مع الحديث وصف الخوارج بأنهم سفهاء الأحلام أحداث الأقدام. يقولهم سخيفة ومن سخفهم أنهم لا يعبؤون بتفكير الصحابة ولا بفكر الصحابة ولا بفكر علماء الأمة ولا بأئمة السنة ولا 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 شكوا لهم طريقا بل نقول ساروا مسار أولئك الخوارج الذين وصفهم الرسول بأنهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. قال الغويلم والغليم يطلق على ناقص العقل والدين. هؤلاء هذه أشخاص الصراحة ونسأل الله أن يعافي أمة من شرهم. العلماء عندهم جواسيس وعملاء وجواسيس وعملاء وإلى آخره ونفصلوا الناس من العلماء وربطوهم بسفهاء الأحلام أحداث الأسنان وبأئمة البدع والضلال من الخوارج والرافضة.